بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. يجب إحداد في عدة وفاة، وهو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر إليها من زينة وطيب وتحسين بنحو حناء ومصبوغ لزينة وحلي وكحل أسود. وتجب عدة في وفاة في المنزل حيث وجبت، وإن تحولت لخوف أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج نهارا لحاجتها فقط، وتأثم بترك إحداد وتنقضي العدة بمضي الزمان. باب الاستبراء. من ملك أمة يوطى مثلها ولو من امرأة أو صغير حرم وطؤها ودواعيه حتى يستبرأها، واستبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وصغيرة وأيسة بشهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يجب إحداد في عدة وفاة. الإحداد في اللغة المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول والخروج. وأما في الاصطلاح فهو منع المتوفى عنها زوجها مدة العدة من أشياء مخصوصة. يقول في الاصطلاح: منع المتوفى عنها زوجها مدة العدة من أشياء مخصوصة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: يجب إحداد. أفاد المؤلف رحمه الله أن الإحداد واجب، أن حكمه أنه واجب، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ويدل لهذا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشرة. فقوله لا يحل ثم بعد ذلك استثنى إلا على زوج 14 هذا يدل على الوجوب، لأنه استثناه من التحريم، استثناه من التحريم، كونه استثنى من التحريم هذا يدل على أنه واجب. وأيضا مما يدل لذلك أن الحادة تمنع من بعض الأشياء، والأصل الحل، مما يدل على أن هذا واجب، يعني أن الشارع نهاها عن هذه الله، نهاها عن بعض الأشياء، والنهي يقتضي التحريم، مما يدل على أن الإحداد واجب. والرأي الثاني ما ذهب إليه الشعبي والحسن، وأنه ليس واجبا، واستدلوا بما يروى، استدلوا بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأته: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. قال: تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. فهذا قالوا بأنه يدل، قوله اصنعي ما شئت هذا يدل على عدم الوجوب، لكن هذا الحديث ضعيف يعني ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب في ذلك أنه واجب، نعم، أن الإحداد واجب كما سيأتينا إن شاء الله، نعم، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. والإحداد كان موجودا في الجاهلية، نعم، الإحداد كان موجودا في الجاهلية، لكنه في الجاهلية كان موجودا على أسوأ الأحوال. فقد كانت المرأة في الجاهلية تحد سنة كاملة
في أضيق بيت وأوحشه، ولا تقرب الماء، ولا تقص الظفر ونحو ذلك. فجاءت الشريعة فنقلت هذا إلى الإحداد مدة أربعة أشهر وعشرة، ولم تمنع الحادة من التنظف والتطهر إلى آخره، خلافا لما كان عليه أهل الجاهلية، لكن منعت من الأشياء التي تدعو إلى نكاحها، لأنها ممنوعة من النكاح زمن العدة. والحكمة من الإحداد أولا، لما الحكمة من الإحداد أولا إظهار أو القيام بحق الله عز وجل، وهو الاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا القيام بحق الزوج، وهو إظهار الحزن والأسى على فقده، وأيضا تعظيم حق أو القيام بحق هذا العقد، عقد النكاح، لأنها تمتنع من هذه الأشياء التي تدعو إلى نكاحها، لأنها ممنوعة من النكاح لكي لا تختلط المياه، تشتبه الأنساب ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: يجب إحداد عدة وفاة، نعم، وهو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب النظر إليها من زينة وطيب وتحسين بنحو حناء. نعم، أن الإحداد اشترط له شروط. نعم، الإحداد اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون في نكاح صحيح، فإن كان النكاح فاسدا فإنه لا يجب الإحداد، وإن كان في غير نكاح من باب أولى لا يجب الإحداد، فلو أنه وطئ امرأة لشبهة ثم مات فإنه لا يجب أن تحد، بل ولا يشرع أن تحد. وأيضا كما قلنا لو كان فاسدا لا يجب الإحداد بل ولا يشرع أن تحد. الشرط الأول أن يكون النكاح صحيح. الشرط الثاني أن تكون مكلفة، وهذا رأي أبي حنيفة، يعني أن تكون بالغة عاقلة، فإن كانت غير مكلفة فإنه لا يجب الإحداد، إذا كانت غير بالغة أو غير عاقلة لا يجب الإحداد. إذا كانت غير مكلفة لا يجب الإحداد، هذا عند أبي حنيفة. وعند الجمهور أنه يجب الإحداد حتى ولو كانت صغيرة، يجب عليها أن تحد، حتى لو كانت مجنونة يجب أن تحد. أما عند أبي حنيفة لا يجب الإحداد لأنها مرفوع عنها القلم، وعند الجمهور يجب الإحداد لأن الإحداد هو المنع من بعض الأشياء، فتمنع من هذه الأشياء كما تمنع من المحرمات، كما أن وليها يمنعها من شرب الخمر واستماع الغناء ونحو ذلك، فكذلك أيضا يمنعها من هذه الأشياء، يعني يمنعها من هذه الأشياء. نعم، الشرط الثالث أن تكون مسلمة، أيضا هذا عند الحنفية،
شرطون أن تكون مسلمة، وعلى هذا إذا كانت ذمية لا يجب عليها الإحداد، لأن أهل الذمة ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. وعند جمهور أهل العلم أنه يجب عليها الإحداد كما يجب على المسلمة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله واليوم الآخر، فهذا ليس قيدا، وإنما هو من قبيل الإغراء، يعني من قبيل الإغراء والحث. فالتي تؤمن بالله واليوم الآخر هذه هي التي تستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من مقتضيات المؤمنة بالله واليوم الآخر. فالصواب في ذلك أنه يجب أيضا حتى على غير المسلمة، نعم الذمية يجب عليها أن تحد. قال وقوله عدة وفاة يخرج عدة الطلاق. الطلاق ينقسم إلى قسمين، أما القسم الأول أن يكون رجعيا فهذا لا يجب عليها الإحداد بل ولا يشرع، نعم لا يجب ولا يشرع، بل المشروع لها أن تتجمل وأن تتزين لزوجها. وكما ذكر بعض أهل العلم يحتمل أن يقال لا يجوز، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، يعني في المتوفى عنها. الثانية أو القسم الثاني أن يكون الطلاق بائنا، فهل يجب أو لا يجب؟ الجمهور أنه لا يجب على البائن، لا يجب على البائن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام على ميت، فدل على أن عدة الوفاة إنما تكون على الميت. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه يجب على البائن، يعني يجب على البائن، ودليلهم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة عن الحنة وقال الحنة أطيب، نهى المعتدة عن الحنة وقال الحنة أطيب، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. فالصواب أنه لا يجب، لكن إذا قلنا لا يجب هل يشرع يستحب أو نقول يباح؟ المشهور من المذهب أنه مباح، يباح لها أن تحد، لا يجب عليها لكن يباح لها أن تحد. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يستحب لها أن تحد، نعم يباح نعم ويستحب أن تحد، رأي الشافعي. عند الحنفية، عند الحنابلة يقولون يجوز لها أن تحد. قال وهو ترك ما يدعو إلى نكاحها ويرغب النظر إليها من زينة وطيب. أن الإحداد يشتمل على أشياء، نعم يشتمل على أشياء. الشيء الأول قال يرغب النظر إليها، ما يدعو إلى نكاحها ويرغب النظر إليها من زينة، هذا الشيء الأول. الزينة في الثياب، نعم الزينة في الثياب، والضابط في ذلك المرجع إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه زينة من الثياب، ما تعارف الناس على أنه زينة فإنه لا يجوز. وإذا كان من الثياب التي ليست من ثياب الزينة المعتادة فهي جائزة،
حتى ولو كانت ملونة، حتى ولو كانت مشجرة إلى آخره، والتزام لون بعينه كاللون الأسود ونحو ذلك أو اللون البني، هذا كله لا أصل له. نقول هذا كله لا أصل له، بل يظهر أن هذا لا يجوز، لأن هذا من التشبه، يعني من التشبه إما بأهل الكفر أو بأهل البدع والفسق. المهم أنها تلبس ثوبا ليس من ثياب الزينة عرفا وعادة، حتى لو كان ملونا أو كان مشجرا ونحو ذلك. ويدل لهذا حيث أم عطية في الصحيحين: ولا تلبسوا، نعم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت إلا على زوج، تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تكتحل ولا تختضب. إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا ثوب عصب. فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام ثوب العصب، نعم استثنى ثوب العصب. وفي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: ولا تلبس الممشق من الثياب، نعم لا تلبس الممشق من الثياب. الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى: وطيب. الطيب ممنوعة، الحادة ممنوعة من الطيب لحديث أم عطية، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمس طيبا. والتطيب يشمل بدنها وثوبها، ويشمل أيضا ما تطعمه من شراب وأكل، فمثلا الزعفران تكون ممنوعة منه. فالطيب ممنوعة من الطيب سواء كان في البدن أو في الثياب أو في الطعام أو في الفراش ونحو ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تمسوا طيبا. يستثنى من ذلك إذا طهرت من حيضتها، فإنها تطيب مكان الحيض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا نبذة من قسط أو أظفار، فتطيب مكان الحيض لكي تذهب الرائحة الكريهة. هذه مستثنات. قال: وتحسين بنحو حنة، نعم تحسين بنحو حنة، يعني تجميل البدن بالحنة ونحو ذلك من الأصباغ التي تستعملها النساء، نعم الأصباغ التي تستخدمها النساء. في البدن مما فيه التجميل والتحسين نقول بأنها ممنوعة من ذلك. قال: ومصبوغ لزينة كما تقدم، وحلي، هذا الرابع الحلي، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله أنها ممنوعة من الحلي، سواء كان الحلي من الذهب أو من الفضة أو من الجواهر أو من اللؤلؤ أو من الياقوت أو غير ذلك، المهم كل ما كان من حلي فإنها ممنوعة منه، بحيث أم سلمة، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الحلي. والرأي الثاني
رأي الظاهرية أن الحلي مباح للحادة، ويستدلون الأصل هو الحل، وأما حيث من سلمة فهو ضعيف، يعني حيث من سلمة قالوا بأنه ضعيف، لكن يعني أولا أنه تضعيف الحديث هذا غير مسلم، وثانيا حتى ولو قلنا بأن الحديث ضعيف فالشريعة ما تفرق بين المتماثلات، كيف أن الشارع يمنع الحادة من الكحل ولا تكتحل كما في الصحيحين، ويمنعها من الخضاب، ويمنعها من الطيب، ثم نقول لها تلبس ما شاءت من الحلي، ما الفرق؟ يعني كونه يمنعها من هذه الزينة ثم بعد ذلك نقول لها تتجمل بما شاءت من أنواع الجواهر والذهب إلى آخره، فهذا بعيد أن الشارع يفرق بين الأمرين. الرأي الثالث رأي عطاء رحمه الله، يقول تباح الفضة ولا يباح الذهب، لكن الصواب كما ذكرنا رأي جمهور أهل العلم، وعلى هذا نعم رأي جمهور العلماء رحمهم الله، وعلى هذا المرأة تخلع كل ما عليها من حلي إذا توفي عنها زوجها، نعم حتى لو كانت هذه كان هذا الحلي قد جرت العادة بلبسه إلى آخره كالخاتم والسوار ونحو ذلك، فنقول يجب عليها أن تقوم بخلع مثل هذه الأشياء. قال وكحل أسود، نعم الكحل في حديث أم سلمة في الصحيحين أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن زوج ابنها توفي، أن زوج ابنتها توفي، وأنها اشتكت عينها، أفنكحلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا مرتين، نعم قال مرتين أو ثلاثة، فدل ذلك على أن الكحل أنه محرم، لكن لو احتاجت إليه للعلاج نقول إذا كان يوجد غيره فلا يجوز لها أن تكتحل، يعني يوجد غيره من المستحضرات الطبية الآن لا يجوز لها أن تكتحل، لكن إذا تعين هذا الكحل فالظاهرية يمنعونه، والجمهور يقولون تضعه بالليل وتمسحه بالنهار، تضعه بالليل وتمسحه بالنهار، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة لما تأيمت من أبي سلمة وقد وضعت على وجهها صبرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يشب الوجه، ضعيه بالليل وامسحه بالنهار. فنقول إن تعين الكحل للعلاج تضعه بالليل وتمسحه بالنهار، وأما المرأة التي منعها النبي عليه الصلاة والسلام من أن تكتحل فقد ذكر النووي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف من حالها أنها ليست ضرورة، نعم أنها ليست ضرورة، وأنها ممكن أن تتداوى بغير الكحل، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال وكحل أسود، قال وتجب عدة وفاة في المنزل حيث وجبت، وإن تحولت لخوف أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. هذا الأمر السادس مما يجب على الحادة، أن تلبس في المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. واللبث هذا هل هو واجب وليس واجبا؟ عند الجمهور أنه واجب لحيث فريعة في السنن، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قال أمكثي في بيتك
الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. ولأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وغيره. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا التربص بالمنزل ليس واجبا، لأن الحديث فيه ضعف، نعم الحديث هذا فيه ضعف. على كل حال ما دام أنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيصار إلى ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وما هو المنزل الذي يجب عليها أن تتربص فيه؟ ما هو المنزل؟ المنزل الذي يجب أن تتربص فيه هو المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، ليس المنزل الذي توفي زوجها وهي موجودة فيه، نعم، بل المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، لأنها قد تخرج من بيتها مثلا نزهة أو لزيارة أو لسفر فتوجد في مكان آخر، فنقول المكان الذي كانت ساكنة فيه مستقرة فيه هو الذي يجب عليها أن ترجع فيه وأن تتربص. فالعبرة بذلك أن المنزل الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، فهذه يجب عليها نعم أن تلزمه، نعم يجب عليها أن تلزمه حتى يبلغ الكتاب وأجله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنها تخرج في الليل لضرورة، يعني اضطرت إلى ذلك كخوف، يعني تخاف، أو مثلا بحاجة إلى دواء أو حريق ونحو ذلك تخرج في الصباح، تخرج لحاجة أوسع من ذلك، يعني في الصباح تخرج لحاجة، إذا احتاجت الخروج تخرج في الصباح، مثلا تريد أن تشتري شيئا، تشتري طعاما ونحو ذلك من الحوائج، ليس هناك أحد يقوم بهذه الأشياء، لا يظهر أن هذه حائجة حاجة وأنها تخرج لها. ومن ذلك اليوم يعني إذا كانت تعمل ولا تمكن من الإجازة فهذه حاجة، يعني لا تمكن من الإجازة، ربما أنها تفصل من عملها هذه حاجة، أو مثلا تؤدي امتحانا ولا تعطى رخصة فهذه حاجة، نعم تخرج لهذه الأشياء. قال وإن تحولت لخوف أو قهرا أو حولت لحق تحولت لخوف، يعني البيت نعم تحولت لخوف، البيت أصبح مخوفا، وش الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف انتقلت حيث شاءت، تنتقل أي بيت وتستقر في هذا البيت تتربص فيه، تنتقل أي بيت تتربص فيه. أو قهرا، أخرجت من البيت ظلما، أيضا نعم أخرجت من هذا البيت ظلما، فتعتد في أي بيت، لكن إذا استقرت في هذا البيت لا تخرج كما تقدم في الليل لضرورة وفي النهار لحاجة حتى يبلغ الكتاب أجله. أو لحق، نعم لحق، يعني صاحب البيت أخرجها، نعم صاحب البيت أخرجها، هذا البيت مستأجر وصاحب البيت أخرجها، أو طلب فوق الأجرة ونحو ذلك. هل يجب على المرأة أن تستأجر البيت لكي تسكن فيه أو لا يجب عليها؟ و
وأيضا مسألة أخرى، هل يجب على الورثة إذا كان البيت غير مستأجر؟ لأن البيت قد يكون للورثة وقد يكون مستأجرا، فإذا كان البيت ملك للميت ومات، هل يجب على الورثة أن يمكنوها من البقاء في هذا البيت أو لا يجب عليهم أن يمكن أو لهم أن يخرجوها منه؟ يعني الورثة قالوا نريد أن نبيع البيت أو نسكن أو إلى آخره، وهي واحد من الورثة، فهل يجب عليهم أن يمكنوها أو نقول بأنه لا يجب عليهم أن يمكنوها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. العلماء رحمهم الله لهم في ذلك رأيان. الرأي الأول أنه لا يجب عليهم أن يمكنوها، نعم لا يجب عليهم أن يمكنوها، إن تبرعوا مكنوها فلهم ذلك، وإن لم يتبرعوا فليس عليهم شيء. وهذا المذهب، أنه لا يجب عليهم أن يمكنوها، تبرعوا وإلا لا يجب عليهم. الرأي الثاني رأي المالكية أنه يجب عليهم أن يمكنوها، لأنه يجب عليهم أن تحد في هذا البيت، يجب عليهم أن يمكنوها. أما عند الحنابلة فيقولون لا يجب، ويستدلون على ذلك أن البيت الآن أصبح للورثة ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، يعني البيت انتقل لهم، والمرأة ليس لها إلا الربع أو الثمن، أزيد من ذلك لم يجعله الشارع لها. وهذا أقوى يعني من قول الحنابلة رحمهم الله أقوى. وعلى هذا نقول إن رضي الورثة أن تبقى فيجب عليها أن تمكث، ما رضي الورثة أخرجوها، نقول لها ذلك. طيب إذا طلب الورثة أجرة، هل يجب عليها أن تستأجر أو لا يجب عليها أن تستأجر؟ أو مثلا البيت هو مستأجر، فهل يجب عليها أن تستأجر أو لا يجب عليها أن تستأجر؟ المشهور من المذهب أنه ما يجب عليها أن تستأجر، إن كان الورثة يمكنونها منه كما سلف الحمد لله، ما مكنوها ما يجب عليه، لكن يجب أن تستأجر لا يجب عليها أن تستأجر. والرأي الثاني أنه يجب عليها أن تستأجر، لأن هذا حق واجب عليها، وما دام أنه حق واجب فيجب عليها أن تستأجر، كما أنه يجب عليها أن تشتري الماء للوضوء وأن تشتري الثوب لكي تستر العورة في الصلاة ونحو ذلك. والأقرب في هذه المسألة أنه ينظر إلى حالة المرأة وإلى قدر الأجرة، فإذا كان هذا ليس فيه إجحاف بمالها، لا يلحقها بذلك ضرر ولا مشقة، يجب، وإلا فإنه لا يجب في هذه الحال. قال انتقلت حيث شاءت ولها الخروج نهارا لحاجتها فقط، نعم كما سلف، وتأثم بترك إحداد وتنقضي العدة بمضي الزمان. لو أنها تركت الإحداد نقول العدة تنتهي، مدة الإحداد هو مدة العدة 4 أشهر و10، فلو أنها خالفت ولبست الزينة واقتحلت ونحو ذلك نقول تأثم
لكن العدة ها نقول انتهت العدة. أيضا بقي من الأشياء التي تحرم عليها ما يتعلق بالأدهان، الأدهان الدهن، هل لها أن تدهن بدنها أو ليس لها أن تدهن بدنها؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد ومالك أن لها ذلك، لأن الأصل في ذلك الحل، والزينة هنا غير ظاهرة، فهو كحال الماء، نعم كحال الغسل التنظف، لها أن تدهن بدنها. وعند أبي حنيفة والشافعي أنه ليس لها ذلك، والصواب أن لها ذلك ما لم تكن مطيبة هذه الأدهان، الأدهان إذا كانت مطيبة فإنه لا يجوز. كذلك أيضا نعم كذلك أيضا ما يتعلق بالغسل وأخذ سنة الفطرة، هذه كلها جائزة، يعني هي كغيرها، تغتسل وتتنظف وتسرح شعرها وتأخذ ما زاد من الأظافر وتأخذ الشعور الزائدة وإلى آخره، تنظف بدنها بالمنظفات من الصابون وغير ذلك، هذه كلها نقول بأنها جائزة، لأن الأصل في ذلك الحل. بقي علينا من مسائل الإحداد، المسألة الأولى إذا كانت الحادة مسافرة فإنها إذا ترجع، إذا كانت مسافرة كما تقدم الواجب عليها ماذا؟ في أن تحد في البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه، فإذا كانت مسافرة فإنها ترجع لكي تحد في هذا البيت، لكن إذا خرجت لحج أو عمرة فما الحكم؟ نعم. هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله. المشهور من مذهب الإمام أحمد يقولون إن أحرمت فإنها تمضي، إن أحرمت بالحج والعمرة فإنها تمضي، فإذا انتهت من نسكها رجعت، وإن لم تحرم، يعني إن أحرمت فإنها تمضي، وإن لم تحرم يعلقون الأمر بمسافة القصر، إن بلغت مسافة القصر لها أن تذهب، ودون مسافة القصر ترجع، لأنهم يرون أن مسافة القصر في حكم ماذا؟ نعم في حكم البعيد، صح، حكم السفر الطويل، دون المسافة القصر في حكم القريب. وإذا أحرمت ما يمكن ترجع، لأن الآن اشتغلت بالإحرام، والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلا بد أن تتم. ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنابلة، يعني قريب مذهب الحنابلة، وعند المالكية يقولون إن أحرمت مضت وإن لم تحرم رجعت، وهذا القول هو الأقرب، نقول الأقرب في ذلك إن أحرمت فإنها تمضي، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإن لم تحرم فإنه يجب عليها ماذا؟ أن ترجع إذا تمكنت، إذا تمكنت مع وليها نحو ذلك أن ترجع، فإنه يجب عليها أن ترجع، لأن تربصها في البيت هذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. أيضا بقينا في مسألة أخرى، الإحداد على غير الزوج، الزوج كما تقدم الإحداد عليه أربعة أشهر وعشرة، بقينا في غير الزوج، كما لو مات قريب، يعني كما لو مات الإنسان له قريب، له أخ أو له عم، هل له أن يحد عليه أو ليس له أن يحد عليه؟ نقول له أن يحد عليه، وقد رخص الشارع في الإحداد مدة ثلاثة أيام، يعني مدة ثلاثة أيام، يدل لهذا
حديث أم عطية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فرخص الشارع في الثلاث، فلا بأس من الإحداث في ثلاثة أيام، يعني أن الإنسان يعني معنى ذلك أن الإنسان يترك ما كان مألوفا له في حياته العادية من لبس أحسن الثياب، من الخروج للتجارات، من الخروج للنزهة، الاجتماع بالأصحاب وغير ذلك، يعني الأمور التي كان يعتادها لو تركها فإن هذا لا بأس بذلك، وهذا رخص فيه الشارع، ولأن هذه أمور نفسية، أمور نفسية، الشارع قام بمراعاة مثل هذه الأمور النفسية. وأما ما يتعلق بتنكيس الأعلام ونحو ذلك فهذا كله لا أصل له في الشريعة، قل هذا لا أصل له في الشريعة. نعم. قال: باب الاستبراء. نعم. الاستبراء في اللغة مأخوذ من البراءة، وهي التمييز والقطع، مأخوذ من البراءة وهي التمييز والقطع. وأما في الاصطلاح فهو تربص يقصد به العلم، تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين، تربص يقصد به العلم ببراءة رحم ملك يمين. أيضا نضيف على ذلك وما يلحق بذلك، لأنه كما سلف نشرنا إلى أن الاستبراء على المذهب يضيقون الاستبراء ويجعلون الاستبراء لأي شيء، لملك اليمين فقط، يعني لملك اليمين فقط، يعني ملك اليمين في الجملة. والصحيح في ذلك أن الاستبراء أعم من ذلك كما أشرنا. نعم. كما أشرنا. والاستبراء لملك اليمين بمنزلة العدة المتزوجة كما سلف. ولما ذكر المؤلف رحمه الله العدد ناسب أن يذكر الاستبراء، لأن العدد فيه معرفة براءة رحم المتزوجة، والاستبراء فيه معرفة براءة رحم ملك اليمين. قال: من ملك أمة يوطأ مثلها ولو من امرأة أو صغير حرم وطؤها ودواعيه. الاستبراء يجب في ثلاث مواضع، الاستبراء الأمة يجب في ثلاث مواضع. الموضع الأول قال لك: من ملك أمة يوطأ مثلها. إذا ملك أمة ببيع، يعني عن طريق الشراء أو بالهبة أو غير ذلك، فإنه يجب عليه أن يستبرئها. وظاهر كلام المؤلف أنه يجب عليه أن يستبرئ ولو أن البائع استبرأ. وسيأتينا إن شاء الله أن الموضع الثاني أن من أخرج الأمة، من أراد أن يخرج الأمة عن ملكه يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يخرجها. فلو أن البائع استبرأ، هل يجب على المشتري أن يستبرئ أو لا يجب؟ يقول لك المؤلف على كلام المؤلف يجب عليه أن يستبرئ، يعني يجب عليه أن يستبرئ، فيكون هناك استبراءان، وهذا فيه نظر. والصواب أنه إذا استبرأ البائع أن المشتري لا يجب عليه أن يستبرئ. كذلك أيضا قال لك: لو ملكها من امرأة أو صغير، يعني أو كانت بكرا، يجب أن يستبرئ، يعني امرأة ما تطأ، المرأة لا تطأ،
الصغير لا يطأ، يجب أن يستبرد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. فالرأي الثاني لا يجب أن يستبرد في هذه الحالة، ما الفائدة من الاستبراء إذا ملكها من امرأة أو ملكها من صغير أو كانت بكرا؟ ولهذا جاء في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ولا تستبرأ العذراء، ولا تستبرأ العذراء. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن البكر والصغير وإذا ملكها من صغير أو ملكها من امرأة ونحو ذلك، أن هؤلاء كلهم لا يجب فيه الاستبراء. الموضع الأول إذا ملك أمة إلى آخره. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أنه إذا ملك الأمة أم إذا ملك أمة المؤلف رحمه الله يرى أنه إذا ملك أمة ولو من امرأة أو من صغير أو كانت بكرا ونحو ذلك، أو أن البائع استبرأ، فإنه يجب عليه أن يستبري. والصواب في ذلك أنه لا يجب أن يستبري. إذا استبرأ البائع أو ملكها من امرأة أو من صغير أو كانت بكرا إلى آخره، تقدم الكلام على هذا. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: حرم الوطء ودواعيه، يعني قبل الاستبراء يحرم عليه أن يطأ، أن يجامع. وكذلك أيضا مقدمات الجماع محرمة، مقدمات الجماع محرمة كالقبلة والمسلشة ونحو ذلك، لأن هذه المقدمات وسيلة إلى الوطء المحرم، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرما. والرأي الثاني أن هذه جائزة ولا بأس بها، يعني المقدمات هذه جائزة ولا بأس بذلك. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن الذي يحصل به المحظور هو الوطء، الذي يحصل به اختلاط المياه واشتباه الأنساب هو الوطء، وليس ما يتعلق بالاستمتاع. نعم، وهذا القول هو الصواب، إلا إذا كان يظن من نفسه أو يعرف من نفسه أنه إذا حصلت له مثل هذه الأشياء أن هذا سيوقعه في الوطء المحرم، فنقول بأنه يحرم في هذه الحالة. قل إذا كان هذا سيؤدي به إلى أن يقع في الوطء المحرم، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، لأن ما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم. طيب، الموضع الثاني الذي يجب عليه فيه الاستبراء: إذا ملك أمة ثم أراد أن يخرجها عن ملكه، يعني ثم أراد أن يخرجها عن ملكه بتزويج أو بيع. إذا ملك أمة ووطئها، أيضا ملك أمة ووطئ هذه الأمة ثم أراد أن يخرجها عن ملكه بتزويج، أراد أن يزوجها أو ببيع أو هبة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يخرجها حتى يستبرئها، لأن البائع ربما أنه لا يستبرئ، يعني البائع ربما أنه لا المشتري، يعني لأن المشتري ربما أنه لا يستبرئ. وعمر رضي الله تعالى عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما باع جارية قبل أن يستبرئها، يعني أنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه. فإن كان لم يطأ، يعني ملك هذه الأمة لكن لم يطأها، ما يجب عليه أن يستبرئ، لكن العلماء يقول يستحب له أن يستبرئ. إذا ملك هذه الأمة ولم يطأها
فإنه لا يجب عليه أن يستبرئ، لكن استحب له أن يستبرئ. طيب الموضع الثالث رحمك الله، نعم الموضع الثالث مما يجب فيه الاستبراء، إذا مات عن الأمة، نعم إذا مات عن الأمة أو أعتقها، نعم إذا مات عن الأمة أو أعتقها، يعني أعتق أمته أو أعتق أم ولده أو مات عنها، فإنه يجب عليها أن تستبرئ نفسها. يعني إذا مات عن الأمة يجب على هذه الأمة أن تستبرئ نفسها، كذلك أيضا إذا اعتقها يجب عليها أن تستبرئ نفسها. إذا أرادت أن تتزوج، نعم إذا أرادت أن تتزوج فإنه يجب عليها أن تستبرئ نفسها، لأنها فراش للسيد، نعم لأنها فراش للسيد. نعم قال المؤلف: واستبراء حامل بوضع ومن تحيض بحيضة وصغيرة وآيسة بشهر. بين المؤلف رحمه الله ما يحصل به الاستبراء، يعني المؤلف رحمه الله تعالى بين ما يكون به الاستبراء، فقال: استبراء الحامل يكون بوضع كل الحمل وإن كانت تحيض فبحيضة واحدة، ويدل لهذا حيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة بالسبايا. قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. وإن كانت آيسة أو لم تحض للصغر فهذه استبراءها يكون بأي شيء؟ بشهر، لأن الشهر يقوم مقام الحيضة في العدة، فكذلك أيضا في الاستبراء الشهر يقوم مقام الحيضة في العدة فكذلك أيضا في الاستبراء. نعم الله عز وجل قال: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ففي القروء قال ثلاثة، في الأشهر قال ثلاثة، مما يدل على أن كل شهر يقوم مقام كل قر، يعني يقوم مقام كل قر. نعم والله أعلم، وصلى الله.